اليوم باش نحكي معاكم على المرأة التونسية، المرأة اللي أحيانا تتحرم من الحقوق متاعها، تتحرم من قرايتها، تعيش حياة بدائية بالقساوة متاعها، لكنها مرأة مبدعة، لكنها مرأة تخدم بذراعها تعيش صغيراتها. اليوم حكايتنا من سجنان باش نحكي على مرأة هذا البرودوي اللي قاعدة تخدم به، ما مشاتش للمدرسة، ما قراتش، ما عملت حتى شيء، لكن اليوم عندها صنعة إيديها هكا ولا؟ عندي صنعة يدي هي ذهب، معناتها نفتخر بها، ومانيش ما قريتش، معناتها ما نجمش نقدم القدام، نجم نقدم القدام. نخدم فخار سجنان، انا بنت جمعه، اقدم واحده تخدم في فخار سجنان. باهي، انت اقدم واحده تخدم في فخار سجنان، قلت لي ما قريتش، علاش؟ والله انا بابا كان يخدم بعيد في ليبيا، معناتها مش في تونس، وخلقت معناتها ولدتني امي بعد، وبقى برشا هو لقاني عمري حكايه عامين هكاكا في بالو عزيزي، معناتها قايدني يا اخي، هو ما قايدنيش، كي يجي باش يدخلني المدرسه لوج على المضمون متاعي ما لقاهوش، عمل الحكم بعد عام ما حبش مدير المدرسة يدخلني المدرسة، سبع سنين ما حبش يدخلني. حرمت من الدراسة فأصبحت فنانة مبدعة. هذا الأغشير، هذا الطين، الطين تخرج منه أنواع وأشكال، مصلي على النبي، وكل صناعة يدوية. نمشي للجبل نخرجوا الطين، تبدا قطعة كيما هكايا قدمت ولا تكسرت، نعاودوا نكسروها ونعاودوا نخدموا بها الطين هذا، نخدموا ديكور، نخدموا الكوجينة، نخدموا كل شيء، معناتها مش تطلع على الجبل وتجيب الطين على ظهرك، معناتها وكل بوا ورزن وخمسين وستين كيلو، وعلى خمسة وستة كيلومترات على الساقين في الاخر، معناتها باش تصنع قطايع كما هي. نمشي للجبل، فما برشا صعوبات في الجبل، معناتها نحو الطين بيدنا بالفاس حاشاك، ونحو الطين وخرجوا الطين وهزوا الطين بالرزن كما قلت، ونعملوا نفخوه ونعملوا نخدموه كما هكاي. نحترمك، محليك، مقويك، انت المثال. والحاجات اللي تصنع فيها، سامحني، مثلا كيما هذه ديكور تبارك الله، معناتها تنهزها شويه بيدي، هذه بقديش مثلا؟ هذيك 50 دينار. 50 دينار، قديش تستغرق الزينه نتاعها وصنعها؟ حكايه شهر هكاك باش تحضر وتجيب، حكايه شهر. طيب، معناتها من بعد ما تخدموا الطين يتعدى للنار هكا ولا؟ نار بالحطب والجله، ونار عربي، معناتها فور عربي، مش اللي ما يفهمش، معناتها الاواني هذه تتصنع، المراه تطلع للجبل تلم الطين تروح به، تمشي تجيب الحطب، تحضر كل شيء، وتقعد جمعه وجمعتين باش تصنع قطيعات. الاغلبيه السوم تاعها ما يفوتش 50 دينار، اغلى واحده باش توكل صغيراتها باش تعيش وتدخل زوز فرانك تعاون بهم عائلتها. اي بتبيع. واحنا بالنسبه للخدمه نتاعنا الترويج، ما نخدموا، اما نلقوش وين نروجوا طبق الخدمه من العام للعام، مثلا معرض الكرم، المعرض الكرم معناتها ما ثماش. والاغلبيه تحط على اطرف الكياس، فميس باساجي يقف بالشيشه. اي هذوك اللي يسكنوا على الكياس يعملوا هكاك، اما احنا نسكنوا انا وين كبسيرات، معناتها بعيده على الكياس. انا بالنسبه لي داخل في الغابه، الداخل الداخل اي وين كبسيرات، بعيدة على الكياس، ما نجمش معناتها نعمل كان شي معرض كيما هكاي باش نبيع سلعتي. هذه حرة تونسية في جبال وغابات كابسيرات المنسية، من سيل حرايرة ودبرك الله، سمي لي ترى اللي تخدم فيهم هذوما كل بالحاجة بالحاجة. تو هذا ايش قال؟ ياكلوا فيه؟ ياكلوا فيه محامسة كسكسي. أما بيني وبينك، تاكل محامسة في الشقالة كي من هذه يزمك بيديك مش بالمغرف. لا بالمغرف. لا باليد فن عاد. كل مغرفه ناكلوا بها، وكيما هذي نتاع بيرو نتاع تحط فيها ستيلو، هذايا وهذايا، هذايا تنجم تحط فيها تزرع فيها حاجه، هذايا فاز ديكور، هذايا طاجين نتاع الغني نتاع الكسره، نتاع الكسره ملاوي. ايه نتاع الملاوي هذايا باش يبدا بنين، مش ديما يقعد، معناتها مش يسخنوا فيه الشحمه هكا نتاع؟ لا تدهنوا جست، تدهنوا بشويه زيت بشويه زيت، وما عنده الزيت لا ثم زيت يعمل شحيمه. اي هكاك ليه نتعد. واللي من بعد شنو هضم؟ معناتها ديكور صغار، هذا يعلقوهم ديكور في
صالة ولا سبحة هذيك تعلقها معناتها مش سبحة تسبح بها هذيك فيوزة تعمل فيها أنبوب وتعملها فيوزة تضوي معناتها فرشة حاجات كيما هذيك تنجم تخبي فيها الزيت أنا هذيك الخابية هكا ولا تعقبل تعقبل ويني المرأة اللي مازالت تستعمل الخابية تخبي فيها الدقلة نتاعها ولا الزيت نتاعها احنا في سجنين ثم شكون مازال يستعمل الخابية مازال شكون يستعمل الخابي ومازالت حراير بلادي تخدم كل شيء هكا ولا هكا ان شاء الله الحمد لله يا رب ثم شكون مازال معناتها محافظ على الحاجات التراثيه هذه نتاع قبل